القرآن متيمم صعيدك يا وطن، الأسود اللي تهاب نيابها كل الوحوش، المنية في بنادقهم لصنع الفتن. سارعي للمجد يا قرة عيون المسلمين، مجدي لله يا أرض الرسالة والهدى. أهلا وسهلا بكم في برنامج المعايدة الرابع لقبائل المسارحة والشرفاء بضيافة مشايخ قبائل الشرفاء لهذا العيد. اسمحوا لي باسمي واسمكم جميعا أن أرفع إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أسمى عبارات التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الجميع أعوام عديدة. فمليك هو ونسل ملوك شابه الدر، بل وفاك الزمان فهو كالليل إن خطوب ألمت، وهو كالبحر يقمر الشطآن. أهنئ البيادة على عيدين، عيد الأضحى وعيد مناسبة نجاح حج هذا العام 1439. أقول هوك اللي ثقة لا من ولد لا من ولد، اللي يفكر لو شبر في هالبلد يوصل لها سلام، والهاجس على جمر الجزيلة يستقل، والفكر يرقى للمزون العالية ويهلها، والخاطر داعب هجوسي قبل قافي ينولد، على الصعب ولا السهل باشلها باشلها. شعاره الحب والوفاء، نستقبل العيد بكل حب ووفاء، لملا وهو هدية من الرحمن، أعيادنا بعد أركان عظيمة من أركان الإسلام. ولا وقفت إلا بميقاف وافي، موقف يجمل من شيوخ العشيرة اللي لهم بمشي على الشوك حافي، وسط الظلام وفي الدروب العسيرة وقفت أمثلهم هنا بالقوافي، والفكر محزم ممتلي بالذخيرة، وقالوا الخنجر تنوب القوافي وتقوم عنها بالأمور الصغيرة. موطن العز جاء العيد فابتسمي وافرح بصدق مع الأبطال في الظلم، واهدي التحايا لصقر طار في غلس يثني الفضاء ويرمي فوق منتقم. ما وابن السحاب وما خافك هب الهبوب، والبسوهم بالثنى والشكر والحب الكبير، لأنهم عزوة وعز وفخر والله العظيم. وابشروا بالنصر والتمكين في اليوم العسير، يوم لا يصمد يكون من يأتي بقلب سليم. سارعي